الأربعاء في آخر النهار مع محمود سعد قبل أيام من الاحتفال بذكرى 30 يونيو. حوار هام في لحظة فارقة. نجيب ساويرس يطرح رؤيته الاقتصادية والسياسية لمستقبل مصر. كيف يرى مستقبل الاستثمار في مصر مع تولي السيسي مقاليد الحكم؟ ما هي تفاصيل صفقة الاستحواذ على شركة هيرمس؟ وهل تشهد البورصة انتعاشة في الفترة القادمة؟ كيف يرى المشهد السياسي الراهن؟ وما هي فرص الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ وهل هو متفائل بمستقبل مصر؟ مع محمود سعد في آخر النهار الأربعاء الساعة 8 مساء على شاشة تلفزيون النهار.